فرنسا الأسبق ساركوزي محكوم عليه بثلاث سنين سجن. رئيس برشلونة كيف كيف ملاحق في قضايا فسد، واحنا آخر الأخبار تقول إنه شارع الحبيب بورقيبة نهار 20 مارس باش تجي نرمين صفر تشطح في الشارع، شنو رأيك؟ والله يساعد على الآخر إنه نرمين صفر تشطح في الوقت هذا، خاطر مقطع شنو إحساسك أنت كي تجي قدامك نرمين صفر خاصة زادة كما عدت؟ أنا مثلا واحد من الناس نرشق عليه. تحبها أنت؟ بالطبيعة باهيش زاد. من متابعينها؟ من أحبابها. من اللي فام نتاعها يعني. جيب صاحبتك وتجي تفرج. اه اي جيب صاحبتي ونجي نتفرج. كيف تفرج معناها صاحبتي تفرج فيا وانا نرشق؟ ليه يا دي باهيش. تفرج فيا صاحبتي ونرشق نرمي الصفر ليه؟ تجي وحدك معناها؟ تجي وحدي. نجيب معايا طفل صاحبي كاو. مامي دخلوا هما بلاش بطاقة تعريف. يساعد على الاخر مان. وين باش يعملوه؟ لهنا في شارع لهنا؟ معناها هذا الكل باش تعبى. شنبقوا نستنوا؟ من بيتهم اليوم نعم. نعملوا جيتون لهنا. تعمل جيتون قبل؟ نستنى نكتب عليه اون اتون. قول لي زعما شنو باش يصير؟ شنو باش يصير بين الرجال والنساء؟ مش عارف تبدو برك تعاركوا عليه، وكان الراجل اللي عامل روحه يحب مرته هذاك، تو باش يبان الحب كي تجي نرمين صفر. زعما يجيب مرته ويجي؟ لا ما تصورش. مستحيل. انا نقول له يجيب معك عبد بيرة ويجي. بالنسبة لي انا خليها تعمل هيك كما عندها ما تعمل في حياتها، جوست قاعدة تشطح تعمل في الفيو على الفيسبوك، هي قاعدة وكا وشنو عندها باش تعمل الكل. تعمل فيو في شارح ببورقيبة. تو باش تعمل لايف بالملموس. يعطيها الصحة ديما مدخلة الفرحة والبهجة للتوانسة. أنت مدخلت لك الفرحة؟ أنا مدخلت لي الفرحة. تو في تونس تنتظر كل شيء. ينجم غدوة قيس سعيد معناها راجل قانون تلقاه في الشارع يشطح. لأني تو احنا بكل احنا بكلنا تو نسلب من الضمير المهني. الضمير المهني نسلب منها. تنتظر كل شيء. علاش تهبط تشطح في الشارع في بورقيبة؟يجيبوا معناها الناس نتاع ميوعه باش تمثل الشعب التونسي وتمثل التاريخ الحضاري هذا. هذه تحكي لي فيه معناها خاطر قدام الكاميرا والمدام موجوده. وانت تدخل تتفرج ولا لا؟ ولا المراه شدت لك الحصار؟ لا ما نتفرجش. هي حاله شواذ. هي حاله شواذ. قول لي باش تجي تتفرج معناها؟ تبيها باش نجي نتفرج بالك شي ندخل لها الفرحه حتى. وصديقتك بجيبها معاك؟ شكون؟ صديقتك. صاحبتك. ليه ما عندي علاش نجيب فيها باش تشطح مع نرمي صفر يعني. تجي تتفرج؟ لا هي باش تجي تتفرج معناها. ها ممكن. ان شاء الله ان شاء الله. انا نحب الفن التونسي برشا. هي راقصه تونسيه. بتجيب مدام وتجي؟ لا المدام والله بليبيا. انا قاعد انا ولدي انا نعالج فيه بس. ان شاء الله لاباس. جيش امبوسيبل. وهي على راحتها. هذاك هو. عيني في عينك ماك جايه؟ امبوسيبل نجي ما نشرفش بها في تونس. علاش هي مواطنه عاديه؟ ولو مواطنه عاديه. ما عندها علاش باش تهبط تشطح؟ باش تدخل فرحه لشارع حبيب بورقيبه. يا اخي باش تيه عاوننا في حاجه ما يسالش. زوجك من مسيو باش يجي؟ لا مستحيل. حتى حد ما يجي، انا نضمن لك انه حتى حد ما يجي. هو قال ماني جاي؟ كيفاه؟ مسيو باش تخليه يجي ولا لا؟ لا ما يجيش. انت قلت له ما تمشيش ولا هو خذ القرار وحده؟ هو ياخذ القرار وحده خاطر ما هي شخصية كبيرة نرمين صفر عادي. طفلة عادية نحسها انا صحيح عندها شوية فان اما حاجة عادية بالنسبة لي انا. بركة تفرجت في اللايف نتاعها اما بصراحة فضيحة. والله فضيحة لتونس والله. ما
مرة بالك دخلت تكتشف ولا دخلت لوجع المسيو تلقاهش برازار؟ والله دخلت نكتشف بالرسمي، قالوا لي اللايفات انت حضربين على الاخر، وشفت اللي هي انحطاط جملة، ما فماش حاجة. اما شفنا 120 الف يتابعوا فيها تقريبا. هاي خرج يعمل فيه كعبات وراه تفرج فينا مين صبر. 120 عاملين كعبات؟ ما فميش حتى طفلة باش تمشي، اللي باش تمشي تتفرج باش تلوج على صاحبها، خاطر حتى نحن نعرفوا نشتحوا يظهر لي يعني مسكن المين صبر. يظهر لي انت باش تراسيك تشتح نهار 20 مارس في الدار. ليه علاش باش نشتح نهار؟ ها شد القارد بالقدا يعني. باس. هل تتسقسي على المسيو غادي؟ لا لا. نعرفوا ما يتفرجش فيها. شكون قال لك انت ياك ما دخلت شفته سير ما يتفرجش فيها؟ انت قلت له ما نشوف. انت قلت له ولا وحده؟ لا وحده ما يحبش هو زيد متاكده ماهوش باش يجي نهار 20 مارس يتفرج. باش نتقابل انا وياه 20 مارس باش ما يتفرجش. ماهوش صحيح يقول لك نشوفوا حتى شويه. لا لا لازم بلاصه ما خير نمشيو لبلاصه هكا يلقى على شنو يتفرج حاجه بيا في طبيعه مش تفرج في نرمين. ليه مش تعمل شو باهي؟ اكيد هي حبيبه الجماهير وني الناس الكل يموتوا عليها، الاولاد الرجال المعرسين عملت برشا مشاكل سيرتو المعرسين اكيد باش تلقاهم، كل مره باش تفركس على رجلها تجي هوني تلقاها. زعما المسيو ما زرفش بو بروفيل ودخل. ليه ما نتصورش انت توا قاعده مش عارف النهر باش نمشي نبربش. يمشيش يتنكر ويجي يتفرج نهار 20. نهزو معايا نضمن عليه نهار 20. مريض متقلق انا تعب شويه. مريض مش مشكل ايجا تعتبر نازك للطبيب. المهم نرمين لي. علاش هي نورمال ما باش تعمل دخل فرحه للتوانسه هكا؟ هذاك الشيء هو ناقص فرحه ولا حاجه؟ مش فرحه، هما الرجال يحبوا يتفرجوا هكا ويكحلوا. عشتيح اذا شنو يحبوا مش فرحه. كان واحد فيهم تقول له خوذة تقول لك ماني خويش، ماني جوست ما يحبوا يتفرجوا في بدن وكا وربي يديه. هذاك اش نقول اختار راسي واضرب. انت جايه بيان سور؟ لا لا انا مانيش متابعها ما نحبهاش. شنو انا ما نعرفش انا في بالي هذه تشطح قالت لك باش تدخل الفرحه في شارع الحبيب بورقيبه. على كل حال بارك الله فيها. انت تعرفها؟ ما نعرفهاش. على كل حال بارك الله فيها بادره طيبه. الاخر الواحد ينحي للكورونا وحكمة معوجة ومن فوق معوج والملوطة معوج الاخر تعمل في كالعسل على الكيف. الاخر الواحد ينحي عليه الالام اللي شده من جنب ومن قدام ومن فوق وملوطة ما لقاه يتحرك يعني شوك ويتحرك يدقه الشوك كي تعمل هي فرح. على كل حال اللي يقبل يقبل وما يقبلش في الامان. انت تقبل؟ نقبل. علاش ما نقبلش؟ علاش الفرح شكون ما يقبلوش؟ هو حتى عمره في 90 يقبل الفرح. هي باش تجي تشطح؟ هي تشطح اش بيها على مالها؟ شنو معناها؟ تشطح على روحها ان شاء الله ربي يعاونها. خلت نحي هو كان في القانون قد يجيبوها ويزيدوها الفلوس. خلت نحي الالم من الشعب كورونا والروسه متعاركه والدنيا مقلوبه بعضها. هي الاخر هكا الفرحه هذيك ساعه من زمان الاخر الواحد ينحي الستريس باللغه ينحي الستريس. على كل حال تجي تتفرج انت؟ علاش ما تفرج شنو مانعني؟ علاش نتفرج شنو معنى؟ علاش نتفرج؟ قالت الانسان ينحي روح الحزن لاني متراكم. الحزن متركب علينا التوانسه متركب علينا ياسر. تفرج في نرمير وتفرج حتى في موشك يجي موش دايما تفرج فيه الاخر ينحينا الاخر الهم الاخر يتقرقش. رانا التوانسه تعبينا رانا تعبينا تعبينا حشاك بالاوساخ راهو من نلقوا نقلوا سخ وندور تقلوا سخ. سؤالي توا باش تجي انت والمدام ولا باش تجي وحدك؟ نجم يجي المدام علاش معناه؟ كيف انا متالم حتى هي متالمه كيفي نجيبها علاش مالها؟ جيت تفرج معاك على نرمين. نجي نتفرج فيها علاش لا؟ بتبيع تو جي نهار 20 مارس نجي بتبيع نجي كي حنا. المدام معاه ولا تجي وحدك؟ لا 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 نجي وحدي انا المدام كلها بشي شارع روحه خاطر ما بكا امور كلها بشي شارع روحه فهمتني. اما انا باش نجي نحفر معناها شارع حبيب بورقيبه كي حنا ربينا لو 20 مارس فهمتني. انا نحب البلاد معناها البلاد يديروا دولاب في البلاد وتولي العباد تخدم وتولي العباد مفرهده. تحب تتفرج على نرمين تشطح؟ بالطبيعة حب نتفرج فيها نرمين. حب نتفرج في نرمين تبدا تشطح. تفرجت عليها قبل وهي تشطح؟ لا ما تفرجتش عليها قبل قبل. أول مرة باش تكتشفها معناها؟ أول مرة باش نكتشف معناها أمين الصور باش تشطح. أنت تعرفها قبل؟ أنا والله ما نعرفهاش، نسمع بالاسم باهي أمين الصور. وعندي تلفزة في الدار معناها ما حتى تلفزة ما نتيش معناها حتى كرة قدامي ما نعرفهاش. وقت اللي عملت لايفات على الفيسبوك ما تفرجتش؟ لا لا والله لا تفرجت.
ما تفرش ولا لا تفرش ما تفرش. تستنى 20 مارس. حنا ربي لفاه مارس لفاه مارس كي حنا ربي خلتنا قدرة نشوفها مين الصفر. تجي على بكري. وقت ايش هو يبدا الوقت؟ العشية. العشية معناها. أيه. معناها لا خمسة كيكة الأربعة. أيه. شنو فيها مسبدة؟ أيه. فيها بومسيود؟ لا أنا عم نتفرج فيها برا. لا لا. ماكش باش تحوس في شارع حبيب بورقيبة أنت؟ لا نجم نحوس أما ما نمشيش نرمي صفر، حتى كنت نجي مانيش بجي على خاطر نرمي صفر، ممكن نهبط على قضية، ممكن نهبط كذا، ممكن هذا، فهمتني؟ أما مانيش باش نجي. أما تنجم تتعدى بحذا العرض نتاعها. وهي تشطح. لا باش لكن لازم باش يبقى يتفرج. لا لازم باش نحت اني مش ضد مش ضرني ضد الاحتفال ولا ضد كذا والا ضد الرقص او ضد ما باش ما يتاولش كلامي. فهمتني؟ اني مع الرقص ونرقص ونرقص حتى نيف ومع الفن ومع كل شيء، اما على انها صفات الميوعه تصبح معناها معناها كأنها ظاهرة في المجتمع التونسي ولابد من نعملوا لها طاولة وأربع كراسي ونحللوها، فأن هذا هو هروب من تاريخ مجيد بنوه المناضلين وناضلوا من أجله باش شكل علم هذاك يبقى مرفوع لفوق.